واي بير مصر بدأت من سنة 2005. كنا 5 شباب متحمسين ان هم يعملوا تغيير ويحاولوا يغيروا في مفهوم التطوع بين الشباب، ويحاولوا كمان مش بس تطوع على مستوى محافظة واحدة، يحاولوا يشبكوا بين شباب تانيين في محافظات تانية على مستوى الجمهورية كلها. بدأنا الفكرة، هي كانت مفروض واي بير بدأت عالميا سنة 2002، ولما جت الدول العربية منهم مصر في 2005 حسينا بمسؤولية كبيرة ان احنا حابين ننشر رسالة وطريقة الواي بير في تقديم المعلومات لعدد كبير جدا من الشباب على مستوى الجمهورية كلها. عملنا اول تدريب وطني، وطبعا كان الناس اللي موجودين في التدريب كلهم من الشباب المنضمين لجمعيات اهليه على مستوى تقريبا 7 محافظات كبدايه، كانوا من اهم النواه اللي كونت الشبكه لغايه دلوقتي مع الـ5 المؤسسين للشبكه. بعد كده بدات الشبكه تكبر وتوصل دلوقتي لاكثر تقريبا اكثر من 15 محافظه على مستوى الجمهوريه، وفي نفس الوقت بتحاول تحافظ على اسلوب ان كل مثقف قرين هو يكون في نفس الوقت على نفس يعني يجدد معلوماته وينقلها للمثقف القرناء في المحافظات الثانيه المنضمين لجمعيات ثانيه، وفي نفس الوقت يحافظ على تنشيط وتجديد الطرق اللي بتستخدم لتقديم المعلومات. واي بير مش بس تقديم دعم فني ودعم تقني، ولكن واي بير برضو بتعتمد على مشاركة في اتخاذ وصنع القرار للحاجات والمواضيع اللي بتهم الشباب سواء كان في مصر أو على مستوى الشبكة عالميا. بنستخدم في الشبكة تقنيات كتير تحاول تكون جذابة للشباب، بنمزج الترفيه بالتعليم، بنستخدم تقنيات زي المسرح عشان نعبر عن نفسنا، وفي نفس الوقت كل لو خاصة في المواضيع الحساسة اللي في مجتمعات خاصة مجتمعات محافظة الشباب مش بيلاقوا وسيلة يعبروا بيها عن نفسهم بطريقة مباشرة، فاحنا بنحاول دايما، ودي حاجة أساسية في تدريبات الواي بير، نوفر بيئة آمنة لكل المشاركين نقدروا يعبروا عن نفسهم عن شخصيتهم وعن أفكارهم بطريقة التعلم التفاعلي بينهم وبين الميسر اللي بيشتغل معاهم في الجلسة. كانت من أهم الحاجات اللي شبكة الواي بير كبداية مثلا أثرت فيا أنا شخصيا، أنا عرفت ناس كتير جدا من خلال الشبكة، حاسة أن أنا اتأثرت أنا شخصيا وشخصيتي اتأثرت في خلال عملي مع الشبكة من ساعة ما بدأت من 2005 لغاية دلوقتي. مهما يعني أنا اشتركت واشتغلت في شغل بشكل وظائف يعني في أماكن كتير، ولكن دايما لما بتيجي التدريبات الخاصة بالواي بير والاجتماعات الخاصة بشبكة الواي بير في مصر دي ليها طعم خاص وطبع خاص، بتجدد روح التطوع كل مرة بنتقابل فيها، وكل مرة بنشارك فيها الخبرات مع بعض، وكل واحد في الجمعية بتاعته على مستوى الجمهورية كلها بيشوف أنا عملت كذا وكذا، عملت تدريبات كذا، وصلت للناس، حسيت غيرت في تفكير كذا شخصية عشان أوصل في الآخر لبعض القيم اللي أنا حابين في شبكة الواي بير إن إحنا نأسسها ونحاول ننشرها بين شباب كتير. واي بير أساسها عمل تعاوني، بنحاول دايما نوصل للجمعيات الشبابية الجديدة والمبادرات الشبابية الجديدة، بنحاول دايما يكون في استمرارية وفي متابعة إزاي الشغل بيستمر على مستوى المحافظات وعلى مستوى الناس اللي شغالة فعلا بيدوا التدريبات أو بيقدموا أي دعم أيا كان مع الجمعيات اللي موجودة. وطبعا يعني شبكة الواي بير في مصر نتمنى إن هي تفضل بالقوة بتاعتها وتستمر، ونتمنى كمان ان في اجيال جديده يقدروا هم ينسقوا كمان الشبكه زي ما حصل مع فرق التنسيق اللي موجوده دلوقتي في الشبكه قدام، ويقدر نوصل لعدد اكبر من الشباب اللي يعتبروا او الفئات اللي بنسميهم فئات غير محظوظه، ناس كتير مش بتسمع لها، فكان من الاهداف اللي تعتبر يعني تعتبر مثاليه بس بنحاول نوصل لها في شبكه الواي بير، ندي صوت ومكان لشباب والناس مجموعات ناس ما عندهمش فرصة ان هم يتكلموا عن نفسهم. ده الأساس بتاع شبكة الواي بير واللي حابين تكمل عليه ان شاء الله في المستقبل.